لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني كأني عارف بإسمي خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هانذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة رحمتك ومستوراتها، تنضح علي بذوفاك فاطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا، تتبتاج عظام المنسحقة، أصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تمنعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاس عضدني، فأعلم الأتم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتاج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تصرب المحرقات، فالذبيحة لله روحا منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصرب ذبائح البر قربانا ومحرقات، وقربون على مذابحك العجول. هللويا. شوي سنينون تسبحت وصلات نصف الليل أقدمها للمسيح ملك وإلهي، مذامير تراتيل داود النبي بركاته على جميع آمين. آمين آمين. وليفرح ويبتهج بك جميع الذين يلتمسونك، وليقل في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا يا رب فمسكين فقير، اللهم عني، أنت معين ومخلص يا رب فلا تبطئ. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذار أخذنا وسبعهن وخرجنا لاستقبال العريس، وخمس منهن كنا جاهلات وخمس حاكمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحاكمات فأخذن زيتا في آنتهن مع مصابيحهن، ولما أفطر العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أوالق العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ، فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكنا، فذهبنا بالحرية للباع وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه على العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا، فأصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. العريس يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجد مستيقظا،
أما الذي يجد متغافلا فإنه غير مستحق المضى معه. فانظر يا نفسي لألا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، فلاسهري واصرخي قائلة قدوس 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 أنت يا الله من أجل والدتي لله يرحمنا. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس عذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب دون اندسم، وإنما عليك بعرس مجد الإله الحقيقي. ملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنس الحاضر وموت الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسة والصار وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص واعطيتهم السلام، هلم ايضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا والدتي لا انت باب السماء افتح لنا باب الرحمن. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا دلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا من هو بلا خطيه يا رب اعنا واقبل طلباتنا اليك. كان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايتها العذراء القديسه والده الاله
لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. We pray the creed. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على بعض رأس البنتي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء. كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحدة. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كريا لايسون، 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 قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واسفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. كرحمتك يا رب ونيسك خطايا. رسالة معلمنا بولس الرسول أهل كلوسي، بركات عين أمين. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد، والمجد لله دائما أبدين أمين. يسجئون أتيتين سينو نيم بخريستوس
قوتي إنسانة أبشوي بما إطاب خريستوس أم أفهمس سأوي نام أم فنوت ما في نا أبشوي نئت هي جين بقاهي آن أتيت مو غار ووه بيت أنخ هي بنام بخريستوس خين فنوت إشوب أفشان أو أن إيفو الإنجي بخريستوس بيت أنخ توتين سوتين هوتين إريتن أو أن هي إيفو نماف خن أو أو Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, da Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, unser Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Thank you.
Lord, we come before you. We thank you, we praise you, we glorify your holy name. Lift up our eyes to you. Help us to see ourselves through you. Help us out to understand our vision, our mission. Help us to dwell in you so we could see that our life is in you, and we could see that our faith and eternity in you forever. Lord, we come before you. We ask you to heal us, heal our minds, correct what's going wrong, heal the corruption of the world, heal the sickness of our nature. We come before you and we thank you. We lift up every sickness to you. We see that we are threatened, the whole world, by lots of changes. Global warmings, pandemics, lots of challenges. But we trust in your kind hands that you are able to heal and to protect and to lift up every pain that we're facing. Remember those who are sick, those who are in need, those who are bound by any kind of bondage of corruption. We see that you can heal. You can heal. Lord, we ask for your mercy. So have mercy. Have mercy on us and on the whole world. إلهنا الصالح نقترب إليك نطلب حضورك نقترب إليك لكي نرى حياتنا مستترة فيك نرفع عيوننا إليك أيها الآب السماوي حيث أنك جالس على عرش النعمة وتدعونا أيضا أن نأتي إليك نرفع قلوبنا لنتصل بك لأنك تدعونا أيضا للجلوس معك في عرشك لأنك وعدت يا رب وقلت من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. عرشك هو محبتك هو قلبك لأن قلبك يتسع للعالم كله. علمنا يا رب كيف نجلس معك في محبتك نسكن معك في نعمتك نمجدك في حياتنا. اشفي يا رب العالم اشفي العالم من الفساد اشفي العالم من المرض اشفينا يا رب قوم أفكارنا ونقي نياتنا اغفر خطايانا. أنت القادر يا رب أن تفك رباطات الخطية من كل إنسان. فك رباطات الظلم فك رباطات الجهل فك رباطات المرض روح الخطية والتعدي. أنت القادر يا رب ابعدهم عنا. بارك يا رب في كل أولادك بارك يا رب في خدمتنا بارك يا رب في حياتنا بارك يا رب في دخولنا وخروجنا. نرفع إليك كل إنسان مريض. أنت القادر أن تشفي كل مرض وكل سقم في شعبك في أولادك في العالم كله. ارحمنا يا رب ارحمنا وارحم العالم. Pray the Lord's Prayer, everyone in his or her own language. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا
أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. And now the love of God the Father, the grace of His only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, the gift and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Live in peace. Peace of God be with you. Amen. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معاكم.